اسالهم صلاح وين؟ قال ابوي صلاح في الخيمه. وانا اتحرى ليلس ابوي في الميلس، اليوم ترى ابوي ليلس في الخيمه. هذا ولا سمعت المصريين يقولون خذوهم بالصوت لا يغلبوكم، هذا اليوم انا تي داخل عليكم، لان ابوي هو تاخرت عليكم يوم خيبه الساعه 11 قاصر 11 الا ربع. هي والله تاخرت وايد عليكم، ارتب بيني وبينكم شناطي، عندي 3 سفرات، سافرة قريبة مني في المجلس التعاون، وسافرتين من غير بعيدات عبر المحيطات والقارات. أفراد أعضاء الجروب راح يكونون كالتالي: أنا ومحمد عثمان وعبد الرحمن منهل، بأربعتنا. في احتمال ينضم لنا عضو خامس، لكن قيد المشاورة على حسب الإجازة. العضو الخامس طالت عماركم يعني قيد الإجراء، يعني بعد مش أكيد بعد ما عرفنا زين من شينا، شيء مناوشات من بعيد لبعيد، لازم عاد يخضع للفحوصات ويرضى بالشروط ويرضى بالعلم والخبر، ويعني أنا ما أصير إلا يوم شيء رسمي 100% يعني يستوي في الجروب، لازم يكون رسمي 100% نعرف زين من شينا. ما فينا بعد نقتش، فينا نختش المراد، الله كريم، ربكم يجيب اللي فيه الخير. الحين صلاح في الخيمة، ما نبرض في الرمسات ولا نكثر الكلام. يقولون مصريين، هل المصريين الكويتيين طقاق نفسه ما يصيح، طقاق نفسه ما يصيح. والحد من العرب ضربني وبكى وسبقني واشتكى، أمور وايدة. يلا برايكم. صلاح ابوي تري داخل، ولا بدخل عنده لين ادخل اول بادي عند زراعتي. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. خير فضيل، خير فضيل من الله سبحانه وتعالى. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم زد وبارك، يبارك لنا ويبارك لكم إن شاء الله. من زرع حصد، من سار على الدرب وصل. إيه، من زرع حصد ومن سار على الدرب وصل. إيه، ما بتجلس أنت تلقط الدنيا لو أنت جالس، لازم تتعب. ما شاء الله شو يدوم. قلت لكم عن اسمه هذا أسام لمن، أسام لمن في البلاد هني يسمونه ليمون الدمعة، ليمون الدمعة لأن شكله شرات الدمعة، لكن هذا حجم كبار ما شاء الله، ليمون الدمعة. ولا هو الأساس ظاهر من بلاده من الهند، هو ليمون هندي هذا ظاهر من بلاده، اسمه أسام، وكل من وصل البلاد سموه اسم من غير، كل من وصل بلاد سموا روحهم اسم، يعني يخضع على نطق الأحرف وطريقة الكلام والمدينة والبلاد اللي زرع فيها، فكل بلاد يسمونه، لكن هو اسمه أسام وأصله هندي، أصله من الحمضيات اللي موجودة في الهند، وشيرة قوية ما شاء الله وزين وإنتاجها غزير وحمضها قاطع قوي، حمضها بسم الله ما شاء الله الحمد لله. حر اللي هو حر ترى بعد مايه، الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله ان السنه يقولون السنه ما بيكون شيء زياده حر. شوف ما شاء الله حجم الفيفاي السنه، شوف ما شاء الله كل وحده اكثر عن 2 كيلو تبارك الرحمن. ها كلهن عدد، مشكلته شو الحين بيلدن روحه كامل مره واحده، بيقيض مره واحده، قم عاد ادور منو ياكل فيفاي، ما يقيض وحده وهنتين ها 5 و5 و15 مرتين. شو هاي تبشر، هاي حد تنقص وتتخمر او تتخلى شوي لين تبلغ شوي زياده فمها، عقب يعني من تبلغ حطوها في الثلاجه وكلوها، او ان دخلوها في المنضج انضجوها لحفوها وهذا عقب كلوا منها. الحين ابوي يا جماعه الخير، الله في الماء، الحين هذا موسم عفن الجذور، تعفن التعفنات الجذرية، هذا موسمها، هذا وقت تحينه، شهر
خمسة وستة وسبعة وثمانية، هاي أربع شهور هذا موسم العفن الجذري، تعفن الجذور. كيف تعفن الجذور؟ تلقط الشيارة ما شاء الله باسقة خضراء بخير وسهالة ولا تشكو من باس. فجأة تلقطها دوت قالوا والله هذه عين. لا الغالي، لا خلينا منكم، الله يبارك فيكم، هذه لا بعين ولا ياها أي شر، هذا خرابها من الماء، كثرة الماء يسوي عفن في الجذور، ما توعابها إلا انجلبت فقيرة، يبست وحت ورقها وحت أول شيء ذبلت وابتدى يبس الورق ويحت وتازم حطب مركز. شو السبب؟ السبب أنت ما تشوف بين لحظة والثانية قالوا والله عين، هذه عين حلت، فلان خطف جد البيت وحرق شيرنا، ضرب شيرنا بعين. معلوم العين حق فاحذروها، لكن هذا ابوي لعلته في بطنه ما تيه العافية، لعلته في بطنه ما تيه العافية. كيف انت حبتين تغرج مياه بتعفن الجذور؟ عفن بيعفن الجذر، يعفن يقطن، يعفن يعني يقطن، اخترب خاسة مات فخاسة. هذا هو تسجون مياه بلي قياس، يضرب الجذور تعفن، من يضرب حتى عفن خلاص شخانته، قال اللي علته في بطنه ما تيه العافية. وانت عليت تعل في بطنها، هبلة في بطنها في الحشة، دقيت دقة في الحشة، فيه شو خانته، شو خانت الزرع، عفن الجذر عقها. ثم لك الحمد الحين المياه مكودة والخير فضيل، لا تدور انك انت. هذا محمد عثمان. ها ابو عثمان مرحبا، كيف الحال انت؟ وين هذا بعد عبد الرحمن الثاني داق التليفون الربع، ها انت وين؟ اقول لك ايش انا كلي ورسل مالك الجماعه عثره، تاخرت الا ساعتين حتى انت بعد جالس اونلاين. هي ايش عندك ناس اول تليفونات من برا؟ هي شو يبون؟ قالوا شي وين، شو خير ان شاء الله، تاخر اليوم. ها ابو عثمان، ها طلعت لك سيره الاردن. الاردن؟ هي الاردن. نزيش عليه، في عندنا اخته وعزيز علينا وصديقه، هي وعندها بيت في الاردن هناك، شي مجينجة وبيزات. عاد هي تطالع انت شو لازم بيزات، هي بلاش، انا ما عندي شيء بلاش، فالها طيب. في حال كان البيت في مكان جميل ومكان عدل وفنان. أجلون ما عليه، ما انت الحين ياس اسجلك وياس اصورك وتظهر الرمسة هاي كلها ضغط للعرب. الحين هذا ترى اعلان يا يبوي، اعلان بيت في طولها طول وعرضها عرض، هي ليتوها انتو؟ عجلون المنطقة عجلون محمد، هي ليتوها انتو هاك اليوم لو غيرها؟ عليك نور. نعم بس هذا خلاص، انا ابوي شايف انها الفلة على ربوة بمزارعها بزيتونها بدنياها، ما يهمك خلهم يتصلون ان شاء الله بنتقاص وياهم، وبتستوي بدال ثلاث سفرات هالكم من يوم بتغدي اربع سفرات. نعم بيت ما شاء الله محترم، ما يهمك، ما ظاهر مع الناس محترمين، كيف بعد ما بمحترم اعرف. ما يبرمس، ما لا تطري الاسم خلاص، لا 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 ما طت الاسم، ترى الاسم على طول شو اسمه يظهر، هي من تطري العقار يظهر الاسم، يلقطون على طول مره. الله اكبر، يدورون السبب. هي والله توكل على الله. يلا ابو عثمان بسك عاد بنرمس خلاف. اوكي تمام، الله يسلم على المتابعين كلهم. يلا يسلم عليك محمد عثمان كلكم يا جماعه الخير، الحاضر معلم الغايب. يا هلا محمد، ترى بنسير اقول لك يوم الجمعه ان شاء الله مسكت فرايدي وثيرزدي. لا ثيرزدي بمبا، ثيرزدي بمبا، ثيرزدي بمبا في دبي في العين، وفرايدي الضحى بنشتري ان شاء الله جده مسكت ان شاء الله اذا الاراد ان شاء الله. ايه انا وانت من هالوافق بيصير. والريال عيل ما عليه براي، بنوديه ويانا قيد الفحص، بجلس وياه اليوم بسولف وياه بشوف كان يتظهر للعرب زين، اذا ما يتظهر لا حول ولا قوه. انا بعد ما خبرت، بس لا تخبري لين انا قابله. يلا ما الله لا اضطر الجربه. تمام ان شاء الله، السلام عليكم. نسيت عاد السالفة وين وصلت عاد، الحين قم فتشت من الوحلة، نسيت عاد وين وصلت. كان أرد على السناب الأولي، برد على السناب وبرد عليكم، سامحوني دقيقة واحدة بشوف وين وصلت الرمسة. هي والله أظني كنا نتكلم عن الماء، هي الماء طالت عماركم سبب رئيسي للتعفن الجذور، تعفن الجذور سبب رئيسي. لازم الحين أنت شوفوا مناطقنا نحن هذه اللي نحن فيها، تسقي غمر، تسقي غمر مرتين
أو إلى 3 في الأسبوع ما تزيد. الأماكن الترابية تسقيها كل يوم، لكن لازم بين فترة والثانية تحط معقم للتربة في كل مكان، معقم للتربة. هذا لازم في الشهر مرة، في الشهرين مرة، في 3 أشهر مرة، ضروري معقم التربة. معقم التربة هذا يعقم التربة، ينظف عن الشوائب، ينظف عن السقم، الآفات اللي تضرب التربة، عن الآفات اللي تضرب التربة. لازم ريحة بعد حامي شرات الغاز، لازم ينحط بقياس وينحط عن طريق حد ذو خبرة وذو معرفة، هبل خذوه فغلوه، لا، ينحط عن طريق حد ذو معرفة بقياس. هذا يذرونه ذر، شرات الطحين هو يذرون ذر ويجلبون التربة ويسقونه اليوم مثلا، وعقبها بثلاثة أيام عليه يسقون مرة، وعقبها عادي ينحط الهيومك أسد، ومن عقب تحط أي شيء تبى من الفيتامينات ولا من التسميد ولا شيات. واللي يقولكم التسميد فقط في الشتاء ترى غلطان، ثم غلطان. في الشتاء يكثفون وفي القيض يخففون، حاضر يعلم الغايب، ما بالله في الشتاء التسميد قيض وشتاء لازم. والتسميد حتى التسميد العضوي، أنا طري التسميد العضوي اللي لازم يكون معقم ومعالج، عشان ما يسوي تعفن في التربة ولا يسوي تربة قلوية. والسبب شو؟ الله يعزمك والسامعين، تقص انت الدرس كله بيلان وسمدات، الله يعزم، سامحوني، هذا لابد ولا عذر. اللي يجلب التربة يخليها قلوية ومالح وما كانها صلف، بول الدبش، ما علي سامحوني مضطر أقولكم شيء لأن لا حول قوة، بول الدبش السماد تبع عير والروث ما منه مشكلة، لكن بول الدبش يجلب يغدي السماد حار ويقطع يوف العروق ويحرج الزرع إذا كميات كبيرة، ويخرب التربة إذا أنه مش معالج. ما يستوي تقص من الدرس وتحط تحت الزراعة، ما تقدر ابدا. الاول الناس ما تعرف، الحين الناس الحمد لله عرفت وياها، فهمت العدل من المال. تبى الزراعه تغدي بخير، تبى الزراعه تغدي زينه، لا تيلس انت تخرب زراعك بيديك، لا، لازم انك انت بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، هي لازم السماد يتعقم، لازم يتعقم ويتنظف، وله مليون طريقه او طريقه لتعقيم التربه، لازم تعقمه بطريقة صحيحة. اسألوا، دخلوا في الانترنت، اسألوا هل العرف، أو خذوا سماد معقم وجاهز من الشركات اللي في الدولة، واللي من خارج الدولة على هواكم، عاد أنتوا أحرار. ما شاء الله الحمد لله رب العالمين، أبشركم أنها زهرت أول مرة تزهر، ما شاء الله. هذه طالت أعماركم شيرة لونقان، شو التزهير، ما شاء الله. اللونقان هذا اللي يظهر شرات اليوز، ويوم يوم تفلقه، ولأن داخل شرات اللمبو، لكن نجاف شوية، وطعم شرات مالورد. هب اللتشي من نفس قبيلة اللتشي، لكن هذا يسمونه اللونقان، لذيذ طعمه. فسبحان الله أول مرة تثمر، زارعنها حين من 4 سنين، من 3 سنين وهذه الرابعة، وأول مرة تثمر، الحمد لله رب العالمين. هاي الفاكهة طالت عماركم الفواكه الأسيوية، الحين بتاخذ انت من الجمعية هاي السلال اللي زاهبات، ما حطون لك اياه من فوق على الويه عدال الفرا ولا وينجحونه، واللتشي وهذاك المانجوستين وما ادري شو، هذا وياهم نفس القبيلة، لكن هذا اسمه لونقان، طعمه لذيذ 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 إلى أبعد الحدود. وشي حجمين، الحجم الجامبو والحجم الأولي الجنقلي. الجنقلي ما يتشاهد، زرعته هنا وسوى خنابيل صرف قدت كبر حوالي 6 أمتار 8 أمتار طولها، نشيت وجلعت عن بكرة أبيها، تاخذ ماخذ حيز كبير، لكنها ثمرتها مبزينة مبطيبة، والبيرة قال لي سلمك على الفلاني وبتحصلها، والحمد لله كانت ماخذ حيز كبير، وانتاجها جنقلي، يعني الصلامة ما شيء لب، اللب كشرات قشر البصل، والباقي كله صلامة، اجتثيته من العرج وعقيته مسير يومين، فذاك أرد وأقول لكم الماء بقياس اللي يخلي الزراعة زينة ويخوز عنها تعفن الجذور،
هو حياتكم انتو تسمعون دوم مات فلان من العطش، لكن متى مات فلان من العطش او متى ماتت الشيارة هاي من العطش؟ ماتت بعد مرور فترة طويلة، يومين ثلاثة عشرة عشرين شهر شهرين تموت من العطش، لكن تموت من الغرق في نفس اللحظة، تغرجها تموت في نفس اللحظة، لكن تغرجها بسم الله بلاك زيغتني. اصبر علي خلني من مرحي من آدم تسجيها ماء زيادة بيموت في نفس الوقت، لكن بتسجيه بتعطشه ما بيموت ولا بيستوي عليه شر إلا بعد فترة طويلة. فلذلك التعطيش واجب، لأنك أنت لازم أنك أنت تخاف زراعك عسب ما إيه مطع يجلب عسب ما يجيها التعفن في الجذور. الحاضر منكم يعلم الغايب، هذا خبر أعطيناكم إياه. نسبة للشيرة ليش أنا عقيتها؟ ليش من عقب هي صكت 8 أمتار؟ تريت عليها سنين، لكن سبحان الله ما فيها رجع، ما فيها رجع، يعني اضطريت أني أجلعها. عيبني شكلها وعيبني رنقها ومسوي لون خضر في الحوي، لكنها ما وراها فايدة، وجودها مغثتها ومضرتها أكثر عن نفعها. نفع فيها شيء بسيط، لكن قل النفع هو ماركم اني اجلعها من الجذور وفرها مسير يومين على طول يديه، على طول يديه على طول. اي شيء ما يوزلكم لا تصبرون، لا انا بالي طويل، انا بالي طويل، صبرت كم من سنه وانا ترياها انها تعتدل، اليوم باكر اليوم باكر ما شيء فايده. اظهر شكلها من برا شكلها جميل وفنان وما شيء شراته، لكن يوم انكشف ولا انحشف ها ارويكم الشكل المنظر، منظر جميل فنان، لكن تعال كل ما شيء فايده، كل علقم مر من داخل الجوهر ما يتشاهد. انت انا اظهر لكم المنظر، المنظر ها فنانه على ما تشوفون، هذا على سبيل المثال على فكره. ها المنظر غاوي والشيرة خضراء وفنانة، أظهرت لكم محاسنها، لكن جوهرها هذا اللي داخل منو يدريبه؟ إيه ما يانس النار، النار ما تحرق إلا رجل واطيها. إيه فلذلك ها شفتوا عدل خلوه مايل ها مايل بسير يومين هالخلا للدبش. إيه ما يتم، يتم الصحيح الزين العدل الفنان. إيه احنا طالت عماركم طعمنا من غدانا عاشة بنت محمد بالهادومة القبيسي، طعمناها من غدانا، نحن مسوين مالح طعمناها من غدانا، وطعمنا بعد حرمة اخوها عاشة بنت الشيبة القبيسي، عاشة بنت الشيبة هذا اللي طرشت اشوف دح ما تحق يا ربي، هريس وبلاليط وهالمخبوزات على ما تشوفون، هذا جاي من فريج القبيسات من عند ام محمد عاشة بنت الشيبة وطاسة بعد بعد هذا من عند ام عاشة. إيه خلاص، لا هذا من عند احمد ولدي زين، وعاشة بنت وعاشة طالت عمرك بنت محمد بن سيف طرشت طاس بعد كم كبرها بعد برياني دياي، كان وصلت البارحة طاسة البرياني في الليل ما هو حالي طرش لي حفيظ. حفيظ نعم. انت ليش ما طرشت فيديو وليش طرشت بيت صورة؟ انا في صورة يمشي، لا لا ما يمشي ان شاء الله. المهم شكرا العاشة بنت محمد بن سيف، وشكرا محمد طالع عمرها، وشكرا لما محمد عاشة بنت الشيبة القبيسي. شكرا لكم يا الخوات الغاليات يا اللي محشراتكم في الدنيا العودة، هذا راويناكم اللي توه مطرش وطرش السح بعد هي طرش، هذا سح فرادة. انت بنت من هالاكل ما تريد اكل بلاليط هريس هي عنب وعيب بلاليط جاي من عندهم مبزين خدمة القبيسات لازم زين، حط شوي ابوي حط صحن حط شوية بلاليط وشوية هريس ونحن شو ريوقنا اليوم؟ تعال رامني رامني شو اليوم؟ خبز رقاق وهذا؟ إيه نخاي وكباب وخبز مرضة. يا ربي يا ربي
الله يا رب تدومها نعمة حفظها الزواج رب العالمين. ترى على فكرة ما يتم شيء، نحن أبوي ما يتم شيء ولا يطيب، ما يحط لنا شيء في الأرض. شو تبى صلاة؟ تبى طاسة؟ حط حط لأبوي من كل شيء يباه، حط له شوية شوية. سعيد أول قبل سعيد هي بيع سيارة لا سيارك حلة تبيعها قالبي لك سيارة مرسيدس إيه من توصل مرسيدس بنبيع سيارك هاي إيه عشان سيارة سعيد ما بغاوي هالكبير لها ترى رجال طول الطول وعرضك عرض كبير هي سيارة عودة عودة تحيد سيارة حياة عوشة إيه؟ نفس الشيء مرسيدس إيه؟ إيه؟ الكبار فخم رقم واحد إيه؟ وتتمشى ويغنون عليك تنقل يا غزالي يا أبو عيون السود وغيرك ما يحلى لي يا أبو عيون السود وتنقل على نقلي ونقلي بحبك انت يتسلم لي يا ابو عيون السود قال يا غزالي يا ابو عيون السود وغيرت ما يحلى لي يا ابو عيون السود ما صلاح بعد عقب هالقناة كلها بعد بتروح اي خلاص شو اكلها عندي طالت عمركم شغل في بنك الخليج الاول وين قروض الاسكان مال المواطنين وعندي شغل بعد من غير في بلدية ضبي بسير وبخلص شغلي وبرد اليوم عاد سامحوني يسدكم لياكم الصبح من الحد ربع ويسدكم اليوم ما شيء محتوى ويا صلاح شو نسوي صلاح اليوم وين تبي تسير الكوفي بس صلاح ابوي عازم ابوي من مدمنين الكوفي الحين بيموت خسران شي مليون دله ملقمهم ريجات الدنيا والدين ما يبقى من هذا كله يبقى بس شو كوفي الله يحفظكم يلا شيء بيزات عندكم جي بس 100 بس انا 100 بوايد حق فوق حق الكوفي الثاني بعد اشوف هاتوهم ماخوذات حق صلاح كم لبسه اخذتوا له انتو ما كم وحده كلها ثلاث كل هندو بعد تجلب ثلاث ماخوذات هند ثلاث كم وحده خاف من العين خلاص هنتين يلا هنتين اشو رامني نعود ارفع كندوك الله ما شاء الله مرة وافيات رقم واحد ملبوس العافية ابو احمد ملبوس العافية مع السلامة مع السلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور يوم يقولك البهاسة بهاسة شوف هذا الشخص الباهس الشخص الباهس حتى ربهس أنا متبرض ومتعني ومتصرف لكن شيء متعني والتصرف أيه بطريقة إيجابية هذا اللي أعتقد يعني ما كان استوى مشروع إلا قالوا لازم طبيلات قدام وقراجات وهذا لكن راعي المشروع اللي نفذ هالمشروع هالباركن العود اللي عدال بنك أبو ظبي الأول اللي هو ما قروض الإسكان بنك أبو ظبي الأول هي زين وين مال سكن المواطنين هذا اللي سوى المشروع ونفذ وخلص وسوى الباركنات هذه قالهم بوي أنا عندي لكم بصرة قالوا له شو تفضل قال بوي بدأ ما أسوي لكم أبوي مظلات شرات هاي لاك هاي مسوينهن بس أسوي لكم أبوي مشروع هو جميل وهو منظر حضاري وصديق للبيئة وينفع في آن واحد قالوا له شو قال بزرع لكم شير والشير بوي ما يبلى فنيال ماء بين يوم وترك فنيال ماء قالوا له هين عف هلا بالورد زين فنيال ماء قال لهم هين عن فنيال ماء ما يبقى زيادة فقط فنيال ماء قالوا له إن شاء الله ومشوا سوالهم أبوي هالدنيا كلها سوالهم غبة خضرة تغني لي صديقة للبيئة وماشي فيها مخاسير ولا ركز بيبات ولا حط في برقلاس ولا سوس شرق ولا غرب ولا عندك ولا دونك وعدل الدين يأكل وهذاك يارس أبوي هيداه يصور وأنا ما أعرف أنا شكاي أنا وانت وحكام الله شكاي للشرطة بوليس ترها صورني الله يسر أمورك يا عبد العم زينة فهاي السالفة عادة كلها ما أدري شو أسهل كذا لكن شيء ربس زينة حيدها يلا برايك يقول لك حدث في مثل هذا اليوم طالت عماركم أنا كنت أتمشى في دبي مول وأتمشى ولا النهار رجال ويخته
يتشابهون شبه لدرجة أني توقعت أنهم توأم. توقعت أنهم توأم. المهم بيسوي تصوير والتصوير قلت بخبرت أنت أكبر عنه ولا هو أكبر عنك؟ قالت لي ليش؟ قلت في شبه قوي بينكم. هل أنتم توأم؟ قالت لي لا أنا مش توأم، هذا زوجي. كيف زوجي لهالدرجة الشبه؟ عيل بش كلمي عاد هو ريال، قال لي عيل من بلاد واحدة من فريج ولا نقرب لبعض، هي من الدمام وأنا من أبوظبي. هذا طالت عمرك من ريال. الله حي أبو محمد، إيش حالك؟ الله خير. الله يسلمك، تعرف العرب فيك. الله يطول عمرك. محمد المهيري. هي نعم. محمد الله يسلمكم، تلاقيت وياه قبل خمس سنين ست يوم، شفتهم توهم عرسين، فأقول أقول إن شاء الله إن شاء الله إذا الله أراد إن الله بيسر أموركم والله بيرزقكم الذرية الصالحة، وإن شاء الله إن شكلكم بتكون بشركم بنية. وحين علي يقول لي أبو محمد إيش لك أنت؟ إن الله سبحانه وتعالى أرزقنا بنية وسميناها نوف، وهذا هو الريال. أي نعم الله حمد، كانت صدفة جميلة. وطبعا يعني علمك أنت اللي خلاك تستغرب إن سبحان الله سواء شبه بيننا ولا لا؟ والله الشبه بس استغربت. عجيب. هي والله الطيبون للطيبات، الله رزقها بحرمة من بيننا وبينهم برور وبحور، لكن أبدا نص خمنة. سبحان الله، ما بيلا شبه بسيط، شبه قوي. سبحانك يا رب. أتوقع صغيرون بتكون شو؟ بس صغيرون أتوقع ما حبي أعرفها ليش، بتكون مزيج من الأم واللبو، بتطلع جديدة ناتج جديد نسخة من الأم واللبو. الله يحفظها. هذه نوف يا نوف، نوف يا لا نوف أبوي لا شابهت اللم ولا شابهت اللبو، نوف أظني مشابه الخوال. الله يحفظها، بسم الله عليها الرحمن الرحيم. أبدا تخمات هل الدمام، ما أخذ أبوي سمار هل الدمام. حليل حليل، الله يبلغ فيها عروس يا رب. دخلت بارك الله فيكم وين قروض الإسكان للمواطنين، وما شاء الله ولن لك 600 موظف والعالم ما أكثرهم، لكن الموضوع يخطف بسلاسة أبدا، ما حد يوقف من تأخذ رقم دقيقتين زقروك دقيقتين زقروك دقيقتين. ما شاء الله في خاطري وأبدا كثر ما رمست حين يمكن خلصوني، حتى أنا قدامي اثنين وأنا الثالث، خلصوهم باثنين وعقب أنا، وما حد لوادم لزافة تصير وزافتي زافة تصير وزافتي. ما شاء الله تبارك الرحمن، يزاهم الله خير. كل موظف يقوم على عمله بأكمل وجه وينفع العرب، هذا كم له من الأجر. كم هي الناس اللي تدعى لهم هالموظفين اللي يقضون حوايج الناس. نعم الاختيار من ذكور من إناث اللي حاطينها في بنك أبوظبي الأول، من ذكور من إناث. سبحان الله، يعني شوف هاي الموظفين اللي يكونون في الواجهة في الريسبشن في الاستقبال في على الكاونترات، هاشرات اللي بتدخل بيت حد يا يرحبك وتلقطه مبتسم يا مويم وجالب ويها. كذلك الموظف المطار اللي ختم الجواز ولا في الاستقبال، إذا ما كان بشوش في ويه السائح وكان بشكله لطيف وفي ابتسامه، تلقط اللوادم ما تتقبله، تشين نفسيته من تعرف انه بسايرين البلاد فلا، لانك قد محطوط في الواجهه. فالواجهه عاده يكون تكون واجهه ناس لطيفه في الحديث وفي الشكل قلبا وقالبا، لطيفين في المنطوق في الترحيب، يكون قلبا وقالبا شكل لطيف وحسن اخلاق، حسن اخلاق وحسن منظر ومظهر، ما بليك شكله زرق ورق كبره صالج ومن ناكل الأخلاق ما تتشاهد. هاي الواجهات يجب على طول يكون الانتقاء الموظف الصح للمكان الصح. وصلنا من هناك، عندنا شغلنا تحول إلى هيئة أبوظبي الإسكان. يوم يينا أبويا ترى أبويا الدوام يقابلون المراجعين من 7 لين 1، من الساعة 7 لين 1، من بعد 1 تعالوا بالباكر. وحين صرنا إن شاء الله برد باكر، مفروض نحن نسأل، نحن غلط منا نحن ما سألنا، فلذلك الحين إن شاء الله بنسير برد لهم باكر. أولا غدانا طالت عماركم كل جايين من برا، هذا غداء العاش بنت محمد بن سيف
بالهادومة القبيسي، هذا مطرشين بريال الدياي طاسي شيء طبيعي من الكبار. وهذا غدا طالت عماركم عاشة بنت الشيبة القبيسي، هذا غدا وهذا بهنتين هن مطرشات أبو الديات. الصبح بعد مطرشة محمد مطرشة بعد بلاليط مطرشة الدنيا. اليوم هذا طالت عماركم نيرة، نيرة ما بمضروبة، نيرة فرق بين النيرة والمضروبة. وهذا ما بعرسي، هاي على يريور، هذه على يريور تشوفونها. اليريور ما بلقى شيء يسوى عليه وايد الأشياء. هذا على ما تشوفونه شريناه بدهنته ودنياها، هذا مسواي على يريور ما يبقى الكلام. ناضي ورقم واحد في اللوم اليابس الملبب، الطحين رقم واحد أظني. يا سلام، وهذا طلعت عماركم تشتني. تشتني هذا من السلطات التقليدية الخاصة في الإمارات، فما شيء بلادي يخدمون هذا بس إلا في الإمارات، لذلك اسمه تشتني ويوكل ويا العيش. لكن اليوم نحب أن يربي بناكل ويا ويا النيرة، نيلة الصبح وتنيلة المساء لا بد ولا عذر منها. والحين عادين طالت عماركم يعني مو ياس ويا الصغاري ويا الأحفاد عندك دونك الحين لما يتعزف مارو ما صورهم تم ويفاتنون علي، لا تصور لا تصور العيال، بتصور صور وين تبى العيال الأحفاد لا تصورهم كلوني كبدي. فالحين مارو حتى أصورهم والله الأول أسويهم جو ونضحك نسولف، والحين أبوي كلني كبدي كللي كبدي كللي كبدي، لا تصورهم ولا تصورهم، انا ابو العالم كلها تصور انا لا تصور، ليش انا ما اصورهم ولا تصورهم؟ نحن ما نبغاك تصور يا هاد. قلت ان شاء الله ما بيدي حيل، ما بيدي حيل يظهرون هيلا كل واحد غير عن الثاني، وكل واحد تحراهم بدور، تحراهم بدور عيالهم يصورونهم يظهرون في التلفزيون وفي الجرايد في المجلات. وين من اصور عيالك؟ لا تصورهم بياكلونهم، ما حد ياكل حد، شايفين الناس ابوي بخير بخضره ما باليد حيله. لا في البيت وتسوي له تليفون وانتم في البيت تتكلمون ويا بعض، في بيت واحد تتكلمون بتليفون. شو كيف تعطي حينه؟ الحين هذه الشير هاي راوني هذه، هذه كم تعطيها حين؟ هذه نص بالدي، نص بالدي من هذا كل كم يعني؟ يعني كم يوم بات؟ واحد يوم اعطي تدين يوم عيد. ايوه روح راو العرب يوم واحد يعطيها. الله الرحمن الرحيم. هي. هذا تسليم على يوم واحد. نص بالدي يعطيه وعقب ثلاثة أيام بعدين مرة ثانية ها؟ ولا يومين؟ لا اليوم أعطي. هي. بكرة ما يعطي. بعد بكرة الصبح فجر يعني قوم. هي. يعني مثل واحد يوم ما يعطي. هي يوم هي. ويوم لا حب وقت الحرارة. حرارة. لكن نص بالدي. نص بالدي. ايوه ما قياه شوفوا قوت قوت على يموت البالدي حق ثلاث شيرات يعني ثلث بالدي كل نص بالدي هذا علي اول اعطي ثلاث كوبات من هيد هي وهذا قياس النص من هنا هي. هذا قياس ثلاثة ونص ثلاثة ونص هذا واحد كيلو كيلو قول لي يلا سير يلا سير سير سرت واحترت متواجع وياه اليوم واجعنا واجعنا ما خليت عنه لا حاثر ولا داثر أربى الله تقيض بي بسم الله الحنبة ما شفتها أنا أول مرة أشوفها ترى ثامر حليلها هلو تسوي بعد خليبين هنا إن شاء الله تبارك الرحمن. يا جماعة الخير ما تتصورون مدى عشقي للزراعة وحبي لها، لول هو هواي ما صرت لا شرق ولا غرب. هذا مين قول أفوك مال هذا يا عندك أرام لا 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 غير 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 هذا هي غير فرق سمسم ما شاء الله لا لا هذه تايلندية هذيكي حب وحدة من هذاك كبر هاي بعشر مرات هاي وزن ها مال تايوان هاي عطني اياها البيرق هاي مال تايوان طويل هذا هاي حب وحدة شوفوا وصلامتها طويل طول ثلاث رايبات وهي ثلاثة كيلو وزنها لا بابا ولك ادريبها ثلاثة كيلو وزنها كانت عندي وحدة هنيها هذا موت هذا سمسم هذا شكل كم حجم والله هذا شكل سمسم هذا هي لكنها الشكر والله حبه يجي زياده ما يجي هي والله تمرت حق اليوم توها صايرون وخليتها وثمرت وتمت هنبات لين يطها فشلها
وهي صغيرونة، لكن بقول لكم 3 كيلو وزنها 2.5 كيلو، لكنها شكل ريج دبس دبس تكتر من تايوان النوعية هذه. يوم خبرت البيرق عنها قال لي فارق طيب عندي خد، وعطاني إياها قبل 3 سنين وزرعت والعام ثمرت وطلعت وحدة، ثمرت بوحدة بس، وبعد عودة ما شاء الله، لكن السنة ما طلعت بشيء ما زهرت. قلت إن شاء الله أنها بتغلب ورق وبتتقوى بتغدي أخير عن قبل. أول الله كان الله يجعل بالحي، الحمد لله السنة خير، رضا وفضل من الله سبحانه وتعالى. هني بيا هاي حديقة بيت منزل، حبايبين يقولوا عنب حديقة البيت وهالنمو الحاشر الدنيا، هي نعم هاي حديقة بيت. إنك تبدأ في حديقة بيت هذا روحه إعجاز، هاي ما بمزرعة، المزرعة تختلف، اللي عنده مزرعة وعنده غير يسوي أكثر عن هذا بألف مرة. لكن أنا هاي حديقة منزل، إنك تسوي هالفواكه كلها وهالإنتاج من حديقة منزل هذا روحه يعني شيء ما شاء الله قوي، هذا فضل من الله. دام طريق الرشلي اللي عندهم ثمار الدنيا وألف همبا وألفين، هي أبوي هاك اللي عنده مكان اللي عنده مزرعة، إني أنا أبدأ أزرع في حوي يظهر عندي هالإنتاج هذا روحه إعجاز وشيء كبير. إنك أنت تزرع في طرف بيت هالكثر، تزرع في طرف بيت هالكثر، هذا كله وايد شيء زين. والله نحن عندنا في مزارع غير، المزرعة غير تختلف، المزرعة تختلف. هاي صورتكم إياها الصبح اللي خبرتكم عنها، قلت لكم اللونقان هذه وحدة زين، وهذه حتى وينكم وأني بصور لكم إياها الصبح ونسيت، هذه وحدة وهاي الثانية خوات هنتين، وحدة تمتعت ما شاء الله وغدت كأم أكبرها، وهذه الثانية ما سارت وايد فوق يعني انتهضت، لكن ما بالنهضة اللي هي شرات اختها هيك ما شاء الله. ها شو وين ساكة فوق 6 متر، 2.5 متر سارت لي، 2.5 متر ما سارت بعدها فوق، لكن ان شاء الله بتصير. ولا اختها ذيك وين 6 متر ما شاء الله. تلومي لوم البرازيل ايش قام متخبل، ها كميات كبيرة ما شاء الله، أشكال وأنواع الحمضيات أشكال وأنواع، ما حد عدانا من هاللبنان ويطلبنا لومي ولا شيات، ما حد حولنا لبناني. الأول يراننا في الأول يوم الحين يهال يورونك السوريين اللبنانيين ويخدمون وخدمه وايدة، ونحن حين السنة ما حد يورنا متحولنا البيت هذا، ما حد يورنا من بلاد الشام، من بلاد الشام ما حد يأوى هاي الوتر أبل ما شاء الله، عدة أنواع وناجح عندنا وعد غيرنا، بالأخص صلالة ما شاء الله. ذكرت الرشول فيديوهات، ومن بعد أحب أحاول أحط لكم فيديو في مزرعة عندهم في خصب، هب مزرعة في بيتهم في مزرعة ولا بيت والله ما أدري، إن شاء الله أني ألقط الفيديو بنزله حينه. وريان طرش اللي ولده وأمس لقيت وياه يوم في عرس قوم، في عرس قوم الخورية تلاقيت ويا قال لي طرشت لك فيديو وتذكرت عاد الحين ان شاء الله الحين بعد حتى انا نسيت الحين طرى علي وحين بنزل لكم اياه في حال لقطته بعد. حين تراويني هذا مانجو انا شفته، انت جلس حين جلس لازم يريد انت سمسم يجلس هذا المكان، لازم يريد اغنيه مال بلوشي غنيه، اي اغنيه حين قبل المغرب عاده، اي اغنيه زين يلا بعد كان بيغني وأدى المغرب وحين قلب أنت لحق قبل ما يدل العشاء، 1 2 3 على إنا إنا إناي إنا دارد دواي بانور جلا ما باندي ما توربتي ناي سباو برا بنندا زلفان وتي بيرندا إنا إنا إناي إنا دارد دواي إنا دولا ما باندي ما توربتي ناي إنا إنا إناي إنا دارد دواي
سباو پرا بنندا زلفا وتي بيرندا سباو پرا بنندا زلفا وتي بيرندا انا 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 درد دماي دماي ماي انا درد دماي انا درد دماي مدام بليز Pretty. Hello. Hi, how are you? I'm very good. Coming, I said to you, I'm coming soon to the gym. Yes, you are. But alhamdulillah. We are very happy that you are. Alhamdulillah. So bad. هي هاي الإدارية المديرة عندنا في الجيم وهي اللي ماسكة الدنيا كلها والأمور كلها ومبسوطة إني أنا ردت للتمرين أنا I'm here as soon you open. Yes. About 3 years ago. 3 years ago when I came, but we opened 6 years ago. Yeah. Mami three. Nice to meet you. Happy to Thank have you. Habibi. Thank you. Hey, Walla. Hello, madam. How are you? Hi. أماركم مكان الفنان. أنا ما كنت أقطع الجيم. ولا لحظة لكن من رمضان وياي من عقب رمضان ما أدري شو اللي أشغلني كثرة أشغالي وكثرة انشغالاتي وما قدرت أنجم والحمد لله اليوم حشرني الكابتن من متى وهو يقرأ لي في ذنية تعال 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 وحين اليوم عزمت وجيت الجيم أنا ومسيو منهل وهذا أنا ومستر منهل معاي وحلبستي على فكرة تلبيس وتعديل حتى للجيم كابتن مهدي بعد مرور كم شهرين ايه هلا بالورد السلام عليكم كابتن كابتن من متى ما جيت انا شهرين ايه والله اول اسبوع رمضان ايه والله رمضان انا ما جيت اول اسبوع رمضان بعدين ما جيت طول هاك الوقت طول هاك اخر 3 اسابيع برمضان وبعد رمضان لا اله الا الله هاي اول مره بحياتي اسويها شو غريبه عندنا ايه والله شو خليك بعيد عنا شو تسوي الشيطان تعال كابتن المهم وهذه عودة جديدة من الجيم تعال ياي والله لكم وحشة والله كم نازل أنا وزن؟ حين تكون نازل شيء 7-8 أنا نازل 15 كيلو 15 كيلو كنت 97 97 من 97 حالياً وزني 85 اليوم 84 مبين عليك أبو محمد إيه. أنك ما غيرت الملابس ما غيرت السايز لا 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 ما غيرت السايز مدنين الأول وصغيجات غيرت السايز لا ما بهارت علي تبني ما أخذنها نداد ولازم تغير السايز عشان يبين عليك لا ما بهين علي إبراهيم ما يبين ولا فنشت تبني نداد بعد انقطاع طول هالفترة اليوم شو البداية راح تكون والله خفيف بس شوي شو بنسوي؟ نسوي شوية تمارين مختلفة يعني استقبل تريننج خفيف أو كل عضلة بس تمارينين متى برجع للأوزان مالاتي؟ بعد أسبوعين بس لو تكون ملتزم إن شاء الله والله بحاول يعني أقل شيء 3 مرات في الأسبوع يعني بعد 6 حصص ممكن نرفع الإيقاع شوي نزيد الأوزان شوي وترد عليك زي قبل شكرا كابتن حاضرين ليش الجيم هذا كان وما زال في الرياضة؟ لأنه يحمل اسم هذا الشاب. تعال والله لتي. هذا اللي تشوفونه هذا هو سر نجاح هذا الجيم. سر نجاح هذا الجيم لأنه هو اللي قابض الإدارة محافظ على حلاله موجود في هالجيم الطويل العريض. هذا اللي تشوفونه كامل هو اللي يديره هو الأونر وهو ما شاء الله الإدارة عنده. كل ما تعني الكلمة من معنى ما شاء الله عليه شاب مواظب حرج هابريح في أمور كثيرة منها وأهمها الوقوف على حلاله واجب على حلاله في نص الكباتن وعاشق العمل عاشق الرياضة روحه هو رياضي وكرس مجهوده الرياضي في إنشاء هذا المشروع الجميل الله يبارك له هنا هو آخر تمرين شولدر سوينا 6 سيت بس إحنا نص ساعة شغالين سوينا اليوم بس 6 تمارين تشيست سوينا تمارينين ظهر تمارينين وكتاف 6 سيت عشان نخلص هذه البطن وخلاص إحنا أول يوم لأبو محمد بعد شهرين وهذا هو التمرين 6 سيت إحنا شغالين 10 15 15 واو ظهر جوز من هنا ايه
من رمضان الفطر الأول وحين هذا الحين تقريبا 3 شهور نفس التنظيم ونفس النظافة ونفس الأناقة ونفس الكباتن ونفس طريقة كل شيء كان وما زال نفس الشيء تطور إلى الأحسن لكن لا ما وقف مكانه والسبب شو الإدارة يوم الإدارة صحيحة يوم الإدارة واقفة على حلالها يوم الإدارة تحاول تجتهد ترضي الكباتن وترضي المشتركين وترضي النظافة حتى اللي يشتغلون اللي يتبع النظافة فلذلك المكان من أروع ما يكون كان وما زال في عنف وعنف سبب شو وقوف شبابنا عيالنا على حلالهم هذا اللي أنا يفرحني هذا اللي يسعدني يا هذا اللي يخليني أتنومس وانبسط وافرح أفرح يوم أشوف عيالنا ما شاء الله عليهم يسوون مشاريع ومشاريعهم ناجحة الله يبارك لهم إن شاء الله أكيد شيء يفرحني يفرحني ويسعدني أني أنا أتكلم بهالطريقة عن عيالنا كل ما أشوف حد ناجح في حياته أعرف ما أعرف لازم أشيد أشيد بالنجاح أشيد حتى في اليوم سيرتي بنك أبوظبي الأول بنك أبوظبي الأول يوم ساير اليوم مع قروض الإسكان هذا اللي مسوي الباركن أعرفه والله ما أعرفه ولا أعرفه ولا أعرف الشركة لكن فرحت يوم شفت باركن معدل بهالطريقة موقف سيارات معدل بدال المظلات حاطين شير الموقف هذا موقف والبارك اللي قدام المحكمة بعد العود هذا بعد نسوينا بنفس الطريقة يعني عاطي المنظر للبلد منظر جميل ما بلا مظلة وشيء حفاظ على البيئة وشيء مستدام زراعة لون وفعل وشيء جميل شيء جميل يفرح الخاطر وظلة للطير كيف حتسوي؟ شو تسوي؟ هويتك شو وين الهوية؟ حين أنا عندي شهر هي خلاص عادي على هويتك تسوي لك العقد ما في مشكله هدى كيف الحال والله الحمد لله عمي شو اخبارك والله بخير يا مرحبا يا عمي الحين سبعة أيام وهي في العين ويما محمد توهم حاضرين الحين الحمد لله يوم مني تواجهت وياهم ولا وسرت الجيم وحين هذه هدى اي والله تولي شو اخبارك شو اخبار جو العين أناسف لو الشيء هذا اللي ما تكلمنا فيه الحين أنا ومن هل ما كنت حاجي لو كنت مزبطة الأمور والله ما كنت حاجي عيبتش العين كنت حقول خالتي روحي وخليني أقعد بس باش أخذ قفل زيادة صبري صبري صبر منها صبر شوي أقول لك عمي باتف شيء بنسوي لا إن شاء الله حنقعود ونسولف بكرة أنت بكرة رايح صح وين رايح بعد بكرة رايح وين رايح بكرة بس نقعد نسولف ونشوف صلاح ونشوف الأحباب ما شفناهم وعيط لنا على أبو عثمان مسيكي نشوفوه يلا حين هذا نداء لأبو عثمان هذا نداء أبو عثمان ضروري أبو عثمان جي أنا جيت أبو عثمان في هدية لك مطرشينها لك ناس من العين ضروري جي تشيله وشفتي أنا بعدك نجيب لك هدايا من العين عطاوا لي الناس وقلت لهم قالوا لي ودي أبو عثمان قلت لهم إن شاء الله عبارة صرت بيني على الريوق يجينا على الريوق أحسن مسكين ممكن يبغى يمشي يصلي في المسجد اي من اي سيد عدنا ويا رسلين الطح العالي اي بغى يروح يصلي في المسجد يصلي بغى يتغدى معنا يتغدى معنا زين ماشي باشر شو بسوي الغداء اذا جن نسوي شيء يلا